السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا جماعة. اليوم راح ناخذ مثال على كيف احنا نعمل functions بينادوا functions، تمام؟ nested functions، nested function calls، وراح نتعلم انه كيف نعرف function من نوع enum. مش احنا عرفنا function من نوع integer، function من نوع float، function من نوع string، وفانكشن من نوع وات ايفر دبل مثلا. هسه اليوم نقدر نعرف فانكشن من نوع انم وكيف بدنا ننادي من جوا فانكشن، يعني فانكشن جوات فانكشن. وراح نطبق هذا الموضوع على مثال ايام الاسبوع ونحله بطريقه اوبتمايزد. تابعونا للاخير، انا راح تتعلموا شغلات كثيره بهذا الفيديو ان شاء الله. بسم الله نبدأ. طيب، هذا هو البرنامج اللي احنا راح نعمله، بس قبل ما ندخل في الكود تبعه لازم نعمل له رن ونشوف هو هذا شو بيعمل عشان نفهم الكود تبعه. هاي انا اجيت عملت رن لهذا البرنامج، شو طبع لي؟ رسم لي المنيو. المنيو اللي هي سميناها ويك دايز، فيها ساندي اعطاها رقم 1، ماندي 2، الى ساتردي رقم 7، تمام؟ وحكى لليوزر بليز انتر ذا نمبر اوف ذا داي تبعك، تمام؟ هلا بعدين انت اذا ما بتدخل رقم 6 شو لازم يطبع لك؟ لازم يطبع لك انك انت اخترت فرايدي، فهيو فطبع لك today is friday، تمام؟ فاذا البرنامج تبعنا يا جماعه فيه احنا عم نعمل ثلاث شغلات. اول شغله بنعملها انه بنرسم له المنيو اللي هي هيها، هيك شكلها. انا حاب يكون هيك شكلها، فيها ساندي لساتردي في مرقمين، وهون في عندي ستارز وويك دايز، بعدين بحكي له بليز انتر ذا نمبر اوف ذا داي. فاذا رسمه المنيو هي اول شيء بدي اعمله، فبعملها ببروسيجر لحالها، تمام؟ بعدين بدنا ثاني شيء شو بدنا نعمل؟ بدنا نقرا من اليوزر الرقم الدي اللي هو اختاره، صح؟ فهي ثاني شغله بعملها. فاذا ثاني شغله بعملها بفانكشن لحاله او بروسيجر لحاله، تمام؟ وبعدين ثالث شغله بطبع النتيجه اللي هو اختارها، تمام؟ فعندي ثلاث شغلات في هذا البرنامج. خلينا نشوف احنا كيف مقسمين هذا البرنامج. اول شيء احنا معرفين انم اي ان ويك داي، وحاطين فيها ساندي تساوي 1 الى ساتردي تساوي 7، هاي انم عاديه، تمام؟ خلينا نشوف الفانكشن مين شو فيه. الفانكشن مين فيه كالتالي: اول شيء بعمله انا بدي اطبع المنيو، فبالتالي بعملها بروسيجر لحالها. هذا اختصاصه ووظيفته في البرنامج انه يطبع لي المنيو. شو فيه هذا؟ هاي رايت ماوس كليك جو تو ديفينيشن، خلينا نشوف اللي هو شو ويك داي منيو. هذا الفانكشن زي ما انتم شايفين هنا ما بيعمل ولا شيء الا انه بيطبع لي المنيو على الشاشه، اللي هو هاي الويك دايز اللي شفناها، وهي ساندي لساتردي وبعض الارقام، وبيحكي له انتر ذا نمبر اوف ذا داي، تمام؟ هيك هي وظيفة الفانكشن. فأنا لما بكتب هذا الفانكشن ما بفكر ولا بإشي ثاني بالبرنامج، بفكر بس الفوكس تبعي بيكون فقط على طباعة المنيو، فبعمله أموري تمام. بعد ما أناديه هنا بكون طبع لي المنيو على الشاشة، صح؟ بعدين بدي هلأ أقرأ من اليوزر الإشي اللي دخله، تمام؟ فأنا شايفين في عندي تو فانكشنز هنا جوا بعض. واحد اسمه get week day name، هذا وظيفته انه ياخذ اعطيه رقم الدي ويرجع لي ساتردي ولا ساندي ولا ماندي از سترينج. ورقم الدي كيف بدي اعطيه؟ في بنادي جواته فانكشن هي، بدل ما ابعث له بارامتر رقم الدي، هذا الريد ويك داي فانكشن شايفينه، هذا وظيفته انه يقرا من الشاشه الرقم ويحوله للانم ويرجعه. فانا هون زي كاني اعطيته هون بارامتر، بس البارامتر هو عباره عن نتيجه فانكشن. فانا هين عندي فانكشن جوات فانكشن، يعني جيت ويك داي نيم للريد ويك داي فانكشن. ريد ويك داي فانكشن بروح بتنفذ، بيرجع لي رقم من نوع انم، وبنبعت بارامتر للجيت ويك داي. خلينا نشوف الريد ويك داي شو فيه. هاي جو تو ديفينيشن، هاي ريد ويك داي، هيو الريد ويك داي شو فيه يا جماعه؟ فيه انا معرف فاريبل من نوع الانم الويك داي، تمام؟ وبعدين هذه انسوها. بعدين شو حاكي هون؟ انا حاكي انتجر ويك داي، لان انا لما بقرا انم من الشاشه بقراه از انتجر. انتجر ويك داي، تمام؟ خزن لي الرقم اللي دخله اليوزر. هلا برجع للفانكشن. الفانكشن شو نوعه؟ ريد ويك داي من نوع انم،
مش من نوع انتجر ولا فلوت ولا دبل، من نوع انم. فانا برجع ريتيرن الويك دي هاي، بحولها من انتجر ل انم ويك دي، تمام؟ راح احط لكم الكود في صندوق الوصف عشان ما تتخربطوا. فهي ريد ويك دي بس، هو عباره عن فيه فاريبل بقرا الويك دي من الشاشه، بحوله من انتجر لانم وبرجعه باسم الفانكشن اللي هو من انم ويك دي، تمام؟ هلا بس يرجع هذا، برجع لي انم ويك دي ساندي ولا ماندي ولا تيوزدي، بيروح على الجيت ويك دي نيم. جيت ويك دي نيم شو فيه؟ هي جو تو ديفينيشن، هاي الجيت ويك دي نيم هي فيه كالتالي: جيت ويك دي نيم بياخذ فاريبل من نوع ويك دي، اذا بعت له ساندي بدخلها على سويتش كيس وبشوف كيس، هل هي كيس ساندي؟ برجع لي ساندي، كلمة ساندي. إذا ماندي برجع لي كلمة إيش؟ ماندي، تيوزدي، وينزدي إلى آخره، تمام؟ إذا ولا واحدة من هذول الكيسز برجع لي نوت أ ويك دي، تمام؟ فهذا الفانكشن جيت ويك دي نيم مهمته يحول لي من إنم لسترينج بيمثل لي اسم الأسبوع. وهنا مش ترجع لي مثلا today is Sunday ولا it's Sunday، خلص ترجع Sunday Monday Tuesday بس abstract لحاله، الاسم لحاله، وفي الطباعة بتصيغها بالطريقة اللي انت بدك اياها. فبالتالي نرجع على المين، شايفين المين نضيف ما فيه اشي، show week day menu بين لي اياها. بعدين هنا عملت see out today is get week day name لايش؟ للread week day. فهون بروح بقرا الريد ويك دي من الشاشه، بحولها لانم وبرجع لي اياها، بتصير زي كانك باعت فاريبل للفانكشن الثاني اللي هو جيت ويك دي نيم. فهون برجع لك ساندي ولا ماندي ولا تيوزدي حسب ما اليوزر دخل لك اياها. شايفين الكود كلين نظيف، ما في عجقه، هون كل فانكشن بيؤدي مهمه واحده فقط، تمام؟ هلا الهوم ورك تبعكم انكم تروحوا تطبقوا الاشياء تبعتكم او تعدلوا عليها بحيث تعملوها بالطريقه اللي شرحناها بالفيديو، وراح احط لكم هذا المثال في صندوق الوصف عشان انتم ما تحتاروا في الموضوع، تمام؟ ويعطيكم الف عافيه يا جماعه، ونلقاكم في الدرس القادم باذن الله. شكرا كثير لكم للمتابعه، واذا استفدتوا من هذا المحتوى ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد، ولطفا وليس أمرا ادعمونا بلايك، وحاولوا شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم عشان تعم الفائدة للجميع. وأخيرا وليس آخرا، ما تنسونا من دعواتكم، وادعوا لوالدي بالرحمة. شكرا كثير لكم، ونلقاكم في المرة القادمة.